الفنان سركيس تشوبريان محلل أول أسواق مالية عالمية في مجموعة إكويتي. أهلا بك سركيس. دعنا نتحدث عن موضوع القطاعات التي فيها فرص في الأسواق العالمية أو القطاعات ذات القيمة، كيف تقرأها؟ الآن في وقتنا الراهن أفضل أن عندما أتطرق إلى هذا الموضوع أن أفصل بين أمرين اثنين، هو الأنظمة الزمنية للفرص الاستثمارية المشار لها. فعلى المدى القصير تظهر بعض الفرص في ظل حالة من التباين في الآراء، فمن جهة هنالك آمال بأن نشهد حزمة تحفيزية أمريكية جديدة قد تبلغ في مقدارها 916 مليار دولار أمريكي. هذه الحزمة أقل من أمال الأسواق المالية سابقا، ومن ناحية أخرى هنالك تسارع انتشار فيروس كوفيد-19، وبالتالي على المدى القصير ربما ستختلف الفرص عن ما هي على المدى الطويل. فعلى المدى القصير ربما سيتجه المتداولون للبحث عن استثمارات في أسواق الأسهم، وتحديدا في شركات استفادت سابقا من الجائحة كشركات مثل نتفليكس، فوكس وغيرها أيضا من الشركات التي حققت عوائد كبيرة وارتفاعات في أسعار أسهمها. فهذه الفترة التي تتسم حاليا بعدم اليقين، ما فمن ناحية وجود لقاح لفيروس كورونا، لكن في نفس الوقت نلاحظ أن الأرقام ترتفع. أما إذا جئنا على الأنظمة الزمنية متوسطة الأمد وطويلة الأمد فهناك توجهات نحو قطاعات أخرى التي خسرت كثيرا خلال الجائحة، ومنها كما تفضلتم قبل قليل بالقطاعات المصرفية وأيضا قطاعات الأعمال والصناعة وغيرها مثل شركات الطيران والفنادق. فهذه القطاعات انخفضت أسعار أسهمها بشكل ملموس، ومع توقعات التعافي في الاقتصاد العالمي بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2021، في حال بالفعل تم احتواء انتشار فيروس كورونا خلال النصف الثاني من عام 2021، فربما تعاود هذه القطاعات الانتعاش من جديد ومرة أخرى لتتوفر فيها فرص على الأنظمة الزمنية متوسطة وطويلة الأمد. يعني تتحدث عن هناك نوع من كما ذكرت عدم اليقين وعلامات استفهام حتى عندما كنت تجيب، يعني أنت غير مقتنع بأن هذه القطاعات ستنتعش؟ في الحقيقة هنالك شروط كما تفضلت، هنالك محاذير من حقيقة التسارع في انتشار فيروس كوفيد-19، فهنالك حالة من التفاؤل، ولكن بدأت حملة التلقيح حول العالم. يعني بدأت في بريطانيا، ستبدأ في الإمارات، هناك دول موافقة من الـ FDA الأمريكية، يعني بلشنا نتحرك. لا صحيح، بالضبط هذا هو الكلام الذي ممكن النظر له، لكن ما لم نشهد انخفاض حقيقي في أعداد الإصابات بفيروس كوفيد-19 وأن تعود الدول لفتح اقتصادها وفتح القطاعات كما كانت عليه سابقا، فلن يعود الاقتصاد العالمي للنمو بطبيعته. وهذا يدل أيضا عن أسباب احتفاظ البنوك المركزية في سياساتها التسهيلية. فعندنا البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وغدا ننتظر أيضا البنك المركزي الأوروبي، واليوم بنك كندا المركزي. من المتوقع كلها أن تبقي على سياسات التحفيز. لماذا إن كان هنالك لقاح؟ لأن حتى البنوك المركزية والحكومات تتوقع أن يكون هنالك تعافي اقتصادي بالفعل خلال 2021، لكن في نفس الوقت الاقتصاد العالمي من غير المتوقع أن يعود لمستويات ما قبل الجائحة خلال 2021، بل إن الخطط التحفيزية سوف تكون ضرورية لضمان هذا. وبدون هذه الخطط التحفيزية، إن كانت مالية من الحكومات أو إن كانت نقدية من البنوك المركزية، فربما سنشهد مرة أخرى عودة للتدهور الاقتصادي في أفضل التوقعات. شخصيا أعتقد بأن الاقتصاد العالمي ربما سوف يبدأ في إظهار ملامح تعافي حقيقي، وهنا لا أقصد فقط الناتج المحلي الإجمالي، فالناتج المحلي الإجمالي في عديد من الدول بدأ يظهر تحسن، منها الولايات المتحدة الأمريكية في الربع الثالث، الصين وغيرها من الدول، لكن أتكلم عن نقاط في قطاعات داخلية للاقتصاد، ومن أهمها قطاع الوظائف الذي بدأ يظهر بعض التراجع في الولايات المتحدة. لذلك أعتقد بأن سوف نكون بحاجة لانتظار حتى النصف الثاني من عام 2021 لنرى هذا الانتعاش أو العودة للنمو الاقتصادي، وهذا بالتأكيد سينعكس على الشركات التي تم الإشارة إليها من القطاعات التي تضررت بشكل كبير خلال الجائحة. شكرا لك سركيس تشوبريان محلل أول أسواق مالية عالمية في مجموعة إكويتي، كنت معنا من عمان، أهلا وسهلا بك.